جيت نهدى على قبر الوليد ديالي ورجع بحالي. نهارتني خصني نصبح خدام. البيه ديالي تباع حيت انا مخلصه مينوس، خلصه 200 اورو اذا بولته، والناس قطعت ب 1000 الاورو، قطعوا ب 600 الاورو، قطعوا حتى 700 الاورو. انا جيت هنا غير اما مريضه، جيت طللت عليها فيها كونسير نهار الاربعاء، عندها خصها تمشي تدوز الطبيب ديالها. وشنو هي غتعمل دابا وعندها باقي الدواء غير السيمانه؟ شنو غتعمل ديك المراه؟ غتموت هنايا؟ ما تشدش اليوم على المواطنين المقيمين بالخارج، يشدوا غدا 24 ساعه ما غدي ما غتجيب. قطعت شبروا فلوس ما صار دوجي بياد. اليوم ملي عيطت لهم قال لك راه داك بياد تسلغى صافي، رجعوا لي الفلوس ديالي. اللي مكلفين بهذا الشيء هذا الله يجازيكم بخير، فتحوا لنا الطريق نمشوا في حالنا سيدي. اللهم هذا منكر. اخاي ديالي حنا عندنا وليداتنا في المانيا وجينا لهنايا المغرب، كنفتح واحد الشركه هنايا، جيت كملت كل شيء وغدا عندي الطياره وقال لي ما غاتسافرش، فهمتني؟ عندي ولادي صغارين تما يماهم بوحده، ديهم دراسه تجيبهم خدمه ديالي، ما هادشي ما غيسلكناش مع المغرب، حشومه عليهم. يعني شدوا اليوم يقدروا يشدوا غدا، يسافروا عباد الله لوليداتهم، كل شيء عندهم ولادهم، كل شيء عندهم خدامي ديالهم. الله يحسن العون. مقطع الي وروتور اخي، هبي ديالي مقطع الي وروتور. ما تشدش اليوم على المواطنين المقيمين بالخارج، يشدوا غدا 24 ساعه ما غدي ما غتجيب. اللي مكلفين بهذا الشيء هذا الله يجازيكم بخير، فتحوا لنا الطريق نمشوا في حالنا سيدي. اللهم هذا منكر. اي والله انا كنقول للحكومه ولهذوك اللي مكلفين بهذا الشيء هذا، شوف عباد الله مسيبين ولادنا الخدمات ديالنا وكل شيء، وهنا شكون غادي يعطينا شي حاجه اخي؟ نبقاو عباد الله يسرد لنا الفلوس. الحكومه قررت بان ممنوع الدخول مباشره الى المملكه المغربيه، ماشي 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 الخروج. دابا هما الوكالة هنا لاجونس كيقول لك الي روتور، علاش؟ خصنا نعطيونا شي حل لهذا الشيء هذا. مقطع بي غدا في الصباح، يعني خصنا نمشيو، يعني الخروج كاين. عندي الخدمة، عندي بنتي عندها عام ونص في بلجيكا، أنا جيت هنا غير إما مريضة، جيت طللت عليها. دابا أنا غدا ماشي في حالي في الصباح. أنا عندي الطبيب وعندي الدواء، عندي الدواء ما خصنيش نوقفه وما يمكنليش نبقى هنا، خصني نمشي في حالي. أنا عندي نهار ثلاثة بالحق، إلا ما كرهتش نمشي اليوم، إلا عطاوني نمشي اليوم نمشي اليوم. ما عطاونا حتى شي حلول. قال لك غادي يزيدوا الطيار في الأول من 8 الصباح هنايا، قال لك غادي يزيدوا الطيار. في الاخر قال لك ما كاينش. بغينا نعرفوا شنو، واش المواطن ما عندوش الحق؟ كياخذوا القرار بلا ما يعلموا، كانوا خصهم يعلموا شي حد، كانوا خصهم يعلموا قبل الحد، لان البارح كان كلشي مشدود. على الاقل ياتيونا غير شويه ديال الوقت، فهمتي؟ بنادم يقطع ويرجع بحالو، اللي خدام، اللي عنده ولادو، اللي مريض. سيدة كانت جالسة قدامي قويتي كانت كتبكي، كبيرة فيها كونسير، نهار الأربعاء عندها خصها تمشي تدوز الطبيب ديالها. وشنو غتعمل دابا؟ وعندها باقي الدواء غير السيمانة، شنو غتعمل ديك المرأة؟ غتموت هنايا؟ ما يمكنش، خصهم يجيبوا لنا الحل، خصهم يجيبوا لنا الحل ضروري، ضروري يجيبوا لنا الحل، ما يمكنش نبقاو هايدا. والو ما كاين، وكنسقسيو شنو كاين؟ والو اليوم في 12 غادي يشدوا، يوم في 12 وشنو نبقاو هنايا مربعين يدنا وما نعملوا والو؟ ما يمكنش. شوف الطيارة تقاد لك عامرين، هي طيارة عامرة. فين ما قال لك مالاغا، سيبيا، بيلباو، مدريد، بروكسل، فين ما عامره. كانت عندي اليوم الطياره مالاغا زولوها، ما فهمتش، زولوها رجعوا لي فلوس. وهادشي ماشي مهم. كنت مقطع البارح ملي سمعت هادشي، قطعت البارح سمعت هادشي ديال اي شدو، قطعت شبروا فلوس ما صاردوش بياد. اليوم ملي عيطت لهم قال لك راه داك بياد تسلغى صافي، رجعوا لي فلوس ديالي. كنا نسافر اليوم، ولكن انا عندي نهار 6 نمشي بحالي عاوتاني مع الطياره اخرى، ولكن والو. قال لك يشدوا اليوم، قال لك 15 اليوم، مشكله ما جي راس العام يطولوا اكثر. انا كنقرا، كندوز واحد 16، عندي اليوم واحد فاكانس سيمانه، التسمه اللي ما جا خصني نرجع نقرا، ما كاين مشكل ندار معاهم نخدم لنا سيمانه، ولكن المشكله اكثر من سيمانه. لا والو، هادشي ماشي حلول. كيخرجوا نهار الاحد باش كلشي يكون مجدد، البارح الاحد خرجوا القانون، ما عطاوش الوقت، ما لا لينا لا ليهم. تقول لك الطياره سيد ما كاينش، ولكن ما يمكنش هادشي. واش انا جيت توفيت للوالده، جيت نعدل على قبرها، دابا غادي نخدم ولادي، عندي الخدمه ديالي من 94 سنه دابا، غادي يسمحوا لي فيها؟ جيت نعدل على قبر الوالده ديالي ورجع بحالي. نهارتني خصني نصبح خدام، نمشي للخدمه ديالي بلاش. ما يمكنش عباد الله، الشيء راه ماشي قانون هادشي هذا. كنطلبوا سيدي سرحوا لنا الطرق نمشوا بحالنا. كل واحد عنده الظروف ديالو، كل واحد عنده ظروف، وما كاينش واحد اللي ما بغاش، شي واحد اللي ما عندوش الظروف ديالو يوقف هنا.
او شيء ما يمكنش على بعض الاشهر. ماشي 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 قانون، ماشي قانوني اشهر. ما هذا القانون هذا ما عمر شفناه. اليوم في 7 لارب قطعت لا العشيه اليوم قطعت ايداي بويلتا باش نرجع في حالي. كومو باش نرجع في حالي قالوا لي اليوم جيت لهنايا قال لك ما عنديش البيي سانولا وعطوني الدياتريس. الدياتريس ما كانش تصيط الطياره وانا واقفه هنايا خصني نرجع في حالي. عندي خدمه ديالي، عندي ولادي، عندي راجلي خليتهم ما علموني ما والو. عطيتو دابا بعد البيي قلت له حيت عندي في العشيه باش نمشي في حالي. دخل البيي وخرج لي قال لي عندك الدياتريس. الدياتريس ما كانش تصيط الطياره والبي ديالي 100% تباع. كاينه الطياره في 6 لارب عتمشي لبيلباو وكيقول لي ما كاين حتى شي طياره. البي ديالي تباع حيت انا مخلصه مينوس، خلصه 200 اورو ايداي بويلتا، والناس قطعت ب 1000 الاورو، قطعوا ب 600 الاورو، قطعوا حتى 700 الاورو. كاينه البيع وشراء المرضي، كباعوا البي ديالي وخلوني انا هنايا وكيقول لك ما عندي حتى شي حل. انا بعد كنهضر مع المدير كيقول لي ما عندي حتى شي حل، عندي خدمه ديالي خصني نمشي نخدم، عندي ديا اونو عنصرح خدامه، وانا قطعت ديا بنتي نويبي باش نمشي بحالي على حساب غدا نخدم. دابا كيقول لك ما كاينش. ها هو هي ديا بنتي نويبي عندي على سيتي مينوس كوارتو. شتيها النوطه اللي البي تاعي اخر عطاني الجمعه ما كايناش بي. عندي في اليوم هاي 7 لارو بتيار كاينين، بيرو ديالي البي ديالي باعوه واحد اخر اللي خلص ماس. فهمتي؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.